هنتكلم على الليسون والاساينمنت. طب من هنا الليسونز، لو اشوف الليسونز اللي عندي مجرد بس بشوفها اقدر اشوف الديتيلز بتاعتها، وان هنا مثلا ملهاش سبميشن اوريدي. الاساينمنت كمان انا اقدر اشوفها، ولو انا عايزه اعمل سبميشن ليها، انا مثلا هنا عايزه اعمل له سبميشن، اقدر احط ريسبونس بتاعتي واقدر احط الفايلز بتاعتي اللي انا عايزها مجرد. وهنا بيطلع لي الديدلاين بتاع السبمشن اللي عندي، ولو في ديتيلز او ديسكريبشن بيبقى موجود، ويبان لي كمان الاساينمنت ده اتعمل امتى والماده ايه، ولو في صور او فيديوز هيبانوا كمان. واقدر اسبمت دن، واقدر كمان لو عايز ارفع اي فايل اقدر ارفعه من هنا. انا هنا مش هرفع فايل، واعمل سبمت كده. اوريدي انا عملت سبمت. ده بالنسبة للليسون الاساينمنت، الفرق ما بينهم ان انا اقدر اعمل سبمت ولا لا. ولو في كتير انا ممكن اسكرول واشوف اكتر لو في كتير.